مرحبا، نروح نتمرن رجل، حصل لكم تمرين كامل. وشنو ويا نصائح؟ تخيل، مو بس تمرين، مو بس اروح للجيم واخذكم وياي، لا نصائح ويا امين. تخيل شنو من دلال، شنو من دلال. كل 7 اشهر انزل لكم فيديو من رجلوني وكذي باي عودي على بالكم. هسه كذي ورجعت، بس ذكرت انه اني نسيت مصور الانترو فدا اغشكم، بس حتى تشوفون ايش قصر اعاني وياكم. ما اغشكم، انه اعترف قبالكم انه اني هذا اصلا متمرنه وجيت بس دا اصور الانترو. يلا بلا سخافه، خلينا نتوكل بالله للجيم. ارجع بالماضي، المهم فهمت الفكره، تحشيش شويه سخافه ما بعد الرجل. هيا بنا، هيا نبدي بال 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 التمارين. هنا انا دا اتمرقص، ايش تسوي هنا؟ دا ترد ايه، هز 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 يا بعد يا ولد. هنا انا دا مجرد افكفك الورك مالتي منه مثل الاحمر، انزل احس بالحركه، يعني مفاصل شويه اخليها بالنزله مالت الجو انه ترتاح اكثر. طبعا اكيد ماني حميت، بس لاخذ حمام بعد. انا الهمين انه نسيت حمام، مجرد انه اريد نفس الفكره مال سيت القبلة، بس مجرد ما داري دبوزن شوية حتى ارتاح بالعمق، احس بالحركة، توازني، تشغيل الكور، لكن الدفعات قليلة. طبعا اهم شغله هنا واللي اشوف الناس شويه مرات، من اول ما يجي شخص اعرفه انه راح يتمرن صح لو لا، من الثقه مالتك تجي على البار، تعال على البار، لا تجيني وهيجي ببالك شك وخوف تعال ثقه اكثر، اخذ البار بوستر صحيح، وقفه حلوه. يعني جزء كلش كبير من التكنيك هو يكون انه الثقه تكون موجوده حلوه. يمكن راح اسوي في اليوم حلقه عن شنو الامور اللي اركز عليها بالسكوات. كنت 18 شغله انا اركز عليها بالسكوات، 18. وزن هنا 160، كلش كان كنت مرتاح فيه، كلش كان حلو يعني نوعا ما. اهم شغله هنا انه من انزل اللي دا اركز عليه هو من تدفعون بالرجل لازم كذلك بالظهر تدفعون. هذا فشي شويه الناس ما تركز عليه، انه ظهر بالرجل، اي ظهر بالرجل. سؤال الجهاز، الفكره من عنده انه يشيل الضغط من العمود الفقري، لانه ماكو فد شيء على الظهر، ماكو وزن على الظهر، وعليه يكون كلش مفيد للناس اللي عندهم انزلاق، عندهم الام الظهر الاسفل. فاذا ما عندكم تقدرون تستخدمون دومبلز، او تقدرون تستخدمون سكوات بلغاري، او تقدرون تستخدمون لانجز، همين كلها تكون بدائل للسكوات اذا ما تقدرون تمرنون سكوات لانه عندكم مشكله بالظهر. بس هذا الجهاز عظيم، يعني روح لابو الجيم قول له عيني الله يساعدك جيب لنا هذا الجهاز كافي لتلح.
اللي دا احاول اسويه هو انه الحركة تكون مستمرة، حتى انه الرجل حتى من اصعد واوقف اكو كسرة صغيرة بالرجل بالركبة حتى بقي التركيز على العضلة دائما. طبعا هنا انه انا صح لازم هذا، بس انا بالحقيقة ما دا ادفع بيه، والدفع كله دا يصير بالرجل، فما دا ادفع بيدي ابد. هذا شيء كلش مهم، تعبني هذا السيد صراحة، لان دا اروح بيه شوية دفعات اكثر. بالمناسبة طبعا دائما الطير من عندي دافعة لو دفعتين، ما اعرف احسب، ما اعرف احسب، ADHD عندي فول. طبعا ده منتج عن 3 سيتات فقط، يعني بس عم بالفيديو ليش صار طويل، بس بالحقيقة انا قلت 4 داو. فهنا هذا التمرين هو انه فرقة للظهر للرجل، ديدلف الساق المعتدلة يكون للرجل الخلفية، اشتغل الظهر وياها شوية، اشتغل لانه تمرين كومباوند مو تمرين عزل، فطبعا انه تدخل الامور، بس مو مثل الديدلف الاعتيادي اللي تخليه ويا الظهر. دائما يجيني سؤال هو ديدلف تخليه ويا الرجل لو ويا الظهر، سوي فيديو شوفوا. اهم شغله هنا انه افكر ارجع الورك لي ورا، مو انحني بالظهر للامام، ارجع الورك لي ورا، ومن اصعد اعصر المؤخره واعصر الهامسترينجز على البار حيل. سوالف خفايف اللي هي اجهزه، فهمنا انه سيقان امامي اكو شغلات بالفيديو ما تبين، يعني هسه انه اوكي دا اصعد وانزل، بس بالحقيقه العصره اللي دا اعصرها فظيعه كلش. بس انا عودت نفسي خلال هاي السنين كلتها انه دائما صوت ما يطلع من عندي، وجهي مو كلش يتعقد هوايه، احاول انه اسيطر اكون هادئ بالحركه وبالتكنيك ايش قد ما اقدر. فمجرد انه هذا ستايل انه انا اكون دائما هادئ بالتمرين، مو النوع اللي عيط وعاوي ابد، مو اني هذا ابد، تلعب نفسي. I mean do you، كل واحد حر، بس انا من النوع اللي احب الهدوء. الدواخل يعني الناس كلش تغفل عنها، عامل كلش كبير لصحة الورك هي الدواخل، كذلك القوة مالكم، قوة انه الورك مالكم بشكل عام. الدواخل كلش 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 مهمة، لعلكم هذا الجهاز بالجيم يعني من احسن الاجهزة اللي تقدرون تسووها العضلات الدواخل. بس خلي بالكم دا تشوفون الاوزان لو ما دا تشوفون، ترى والله انا قوي بس انا ما بدي احب نفسي، يعني شنو اني الاجهزه كلها يلا فول فول صعد فول، كل يوم سيطر وهدوء على كيفي وعصره ووقفه، ايش تريدون بعد؟ لكم خرب، اوف انا مكاني مو هنا. هذا تعبني كل شيء، الوزن كان ثقيل، بس على قولة ابو الرون اين ناثين بات بينا. طبعا انا من دا اصور لكم سيتين سيتين، لانه يعني ملل هو جهاز كل شيء ماكو. الكالف هنا أنا الكالف مو متشنجع عندي بعد، ما اعرف شلون قدرت اخذ تمرين، ذاك اخذ تمرين واحد بس لانه كميه الالم فظيعه. بس ارجع اقول لكم انا شنو عود 7 ما طلع تعابير على وجهي. بالمناسبه هذا التمرين شنو فرق عن الواقف؟ هذا التمرين يستهدف السوليس اللي هي عضله من عضلات الكالف العميقه شويه. الكالف بشكل عام هي 13 عضله، بس الورا عندنا 2، سولس اللي هي العميقه، الجاستروكنيميوس اللي هي السطحيه اللي تبين الشكل. فهذا كلش راح يشتغل على العميقه، وبالتالي اذا كبرتوا على العضله راح تبين الكالف مالكم اضخم، حالها حال موضوع الذراع. من لا تشتغلون على البريكيالس
راح تبين ذراع كليتها اضخمين، راح تدفع البايسبس اللي قدام تبين بشكل عام ثخينه. هاي واحد من الاسرار اللي اذا تريدون الكالف مالكم تبين ثخينه، كلش كلش اهتموا بهذا التمرين كلش. ويا الحرق بويا الحرق. يلا كافي، روح اتمرن. بويا تمرين متعب كان صراحة. طبعا خطأ مني شوية لأنه البحمة تمرن الأكتاف ورحت أوزان وهيجي بالستة ستة و ستة وشوية، واليوم تمرنت الرجل بـ12، فيعني مو وقت هواية أن الجسم يرتاح وأدخل أكل شوية يعني. بس ردت أجي من وقت على مود القاعة شوية فارغة حتى أقدر أصور براحتي، لأنه صار لي فترة تقريبا أني ما مصور تمارين باليوتيوب، نزل على انستغرام بس يوتيوب ما منزل. المهم عندي نص ساعة ارجع بيها للبيت لانه عندي تدريب الكلاينتس مالاتي. حياتها الحبيبة، حياتها اللي منتظرتني بالبرد في دول الله، انت الوحيدة المخلصة بحياتي. اذا اسمعني ما تقتدني. طبعا كان بودي انه اتمرن واحكي سوا عن المايك بس الموسيقى كلش عالية. البروتين ينتظرنا بالسيارة. يا با ذكر من كنت بالعراق ما نقدر كنا نخلي البروتين بالسيارة ونطلع ونشربه. إذا ترجع تلقى صاير مخلمة من الحر. بس هنا برد لندن نعمة، جينو مجمدة بلاش. البروتين اللي دا استعمله هو وي، تاخذ سكوب بعد التمرين وسكوبان الصباح مع الريوق. اللي يشرب البروتين ويا الحليب بلوك بلوك ما تصعد، لو يجي ما تصعد. ليش؟ لان الحليب يلعب النفس. اخر مره شربت حليب من امي انطتني ممية. اهم شيء السلامه. خلي اسمعكم شو اسمع اني، بس شنو ما اسمعكم هواي لانه كوبي رايت، بس بشرفكم سمعوا. دقيقه، علي بوي علي لك علي علي يما علي. Why he move like that? That's my motherfucking toy soldier. I tell him pop that game.